صديقتي، كراكم راكم ملاح. اليوم جيتكم وصفة جديدة، هي عبارة عن فطائر محشية بالتفاح. نحتاج في هذه الوصفة التفاح والعجين المورق. أتمنى حبيت تعجبكم الوصفة. إذا عجبتكم لا تنسوا الاشتراك في القناة. نبدأ على بركة الله. نجيبوا حبيبات التفاح تاعنا، نغسلوهم، نقشروهم، نقطعوهم قطع صغيرة. وهكذا نقشروا كامل التفاح تاعنا كما هكا، ونقطعوه الى قطع صغيره. قشرنا التفاح تاعنا، نجيبو كاس تاع سكر عادي، سكر عادي مع كاس تاع ماء، ونديروهم على نار ونخلي المتوسطه، ونخلوه يطيب التفاح مليح حتى يعقد العسل تاعه. نتلاقاو ان شاء الله بعد ما يطيب التفاح. حكمنا حبه التفاح، قشرناها، قطعناها الى شرائح، نضيف لهم زوج مغارف تاع السكر، نخلطهم مليح، ونحكموا لاباط تاعنا، نحلوها مليح، نقطعوها الى مستقيل مستطيلات صغار، ونستفوا شرائح التفاح فوقها. وهنا بعد ما ستفنا شرائح التفاح فوق القطع المستطيله تاع العجين المورق، نكونوا ديجا حامين الفرن درجه الحراره متوسطه 180، ندخلهم يطيبوا حتى يحمروا. والان بعد ما طاب التفاح تاعنا، نصفو داك السيرو، نديرو في بول صغير، ونخلوه على جهة. هكذا تحصلنا على نباش طبيعي. ونجيبو هذاك التفاح ونمرسوه. والآن حاولوا نمرسو التفاح تاعنا هكذا، نضغطو عليه فقط هكذا حتى نمرسوه مليح كذا. ونجيبو الصحن ونحطو الحشو تاعنا تماك في الصحن، ونخلوه على جهة. الآن نجيبو العجينة تاعنا اللي بقات، القطعه تاع لاباس فيتي اللي بقات، نجيبو لا فارين، شويه تاع فارينه بارك غفتاتا هكذا، نحطوها في طاوله العمل، نحطو القطعه تاعنا تاع لاباس فيتي، ونحاولو نحلوها على شكل مستطيل. بعد ما حلينا العجينه تاعنا، نقطعوها على شكل مستطيل هكذا هكذا، ونقلعو الزوائد تاع العجينة اللي في الأطراف. وهنا لكم الاختيار، اللي حب مستطيلات كبيرة يقطعها على شكل مستطيلة كبيرة، اللي حبها متوسطة تاني يقطعها متوسطة، أنا نحبها صغيرة شوية نقطعها على هذا الشكل هكذا هكذا. هكذا والآن نخرج كل قطعة وحدها هكذا، نديرو كل قطعة وحدها هكذا هكذا، نشغل بعضهم على بعضها. حبيباتي نديرو، نجيبو قطعة صغيرة تاع مستطيل هكذا، نديرو الحشو تاعنا هنا هكذا، ما نكتروش باش ما يخرجلناش العجين، ونحاولو نديرو خطوط في دي الجهة، ونبلعو المستطيل تاعنا هكذا، نبلعو مليح من في الجوانب باش ما تحللناش العجينة هكذا، ونحطوها في الصينية تاع الفرن نفس الطريقة مع القطعة الثانية. نحطو هكذا الحشو، نديرو خطوط منها هكذا
ونبلعو العجينة تاعنا ونضغطو على الجوانب باش ما تفتحناش، ونحطوها في الصينية ونفس الطريقة مع العجينة القطعة الثالثة. الخطوة تبعنا هكذا ونغلق، نغلق هكذا، نكملوا باقي القطع بنفس الطريقة. والآن مع داك باقي تاع العجينة شكلتهم أنا على شكل دائري، نحط فيهم الحشو ونغلقوا الجوانب هكذا. ونكملوا العجينة تاعنا كاملة هكذا ونغلقوا الجوانب مليح باش ما تفتحناش العجينة هكذا هكذا هكذا. يكون عندنا ثاني الفرن مسخن قبل، لان النجاح للباسفيتي لازم يكون الفرن مسخن باش تنجح لنا. والان بعد ما قطعناهم كيما هكا ودخلنا الحش تاعهم، نجيب صفاطه بيضه نخلطوه مليح هكذا، ندهنوا من الفوق فطائر تبعنا تاع التفاح، ندهنهم كامل بالبيض بصفار البيض هكذا هكذا. يكون الفرن يكون الفرن ساخن، يكونوا بعد ديجا طيبنا دوك الفطائر الأولى، ندخلوا هادو لازم تانيك في الجوانب هنايا، ديروا البيض بزاف باش ما يتحللكمش. هكذا هكذا دهنوهم كامل بالصفار تاع البيض. الان حبيباتي هعمل الفطائر تاعنا تاع التفاح، يجو بنان يجو قرمشو تانيك. بعد ما خرجتهم انا من الفور سقيتهم بهذاك ناباج اللي كنت مخرته من التفاح. اتمنى حبيباتي وصلت التعليم تعجبكم. اذا عجبتكم لا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مني احبائي، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام مع فيديو آخر إن شاء الله.